فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل مسألة طلب الشفاعة والدعاء من الميت عند قبره هي مسألة خلافية بين أهل السنة؟ لا، هي مسألة خلافية. لا يدعى عند القبر ولا يصلى عنده، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وإنما يزور القبر للاعتبار والاتعاظ إذا كان غير مسلم، وأيضا للدعاء له والسلام عليه إذا كان مسلما. نعم.